السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعبده ونبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك مواقف تغير من مسار حياة كثير من الناس. فرجل مثلا بعيد عن طريق الله، بعيد عن الصلاة، ولو بعض الأصدقاء، فجأة عمل حادث ونجاه الله، فيجعل الله عز وجل هذا الموقف تحويلا لحياته، فتتحول حياته من يعني كده وكده إلى طريق الله عز وجل. وكذلك هناك من المواقف ما تكون بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فيأتي رجل من أهل الكفر وهو مغضب وفيه حنق وبغض للمسلمين، فعندما يرى شيئا يفعله المسلمون يتحول إلى الإسلام ويعلن إسلامه لله عز وجل. هذا رجل معنا، كما أخرج أبو نعيم عن الحارث بن عبد الله الأزدي قال: لما نزل أبو عبيدة بن الجراح اليرموك بعث إليه صاحب جيش الروم رجلا من كبارهم يقال له جرجير، فأتاه فقال له: إني رسول ماهان إليك، وهو عامل ملك الروم على الشام، وهو يقول لك: أرسل إلي رجلا عاقلا نسأله عما تريدون. فقال أبو عبيدة لخالد بن الوليد: هذا البطل، هذا الشجاع، اذهب إلي. وكان عند غروب الشمس، فقال: إذا أصبحت، خالد يقول: إذا أصبحت غدوت إليه وحضرت الصلاة. الشمس هتغرب وجه وقت المغرب، فحضرت الصلاة، فقام المسلمون يصلون، فجعل الرومي ينظر إلى المسلمين وهم يصلون ويدعون، فلم يرجع إلى صاحبه. خلاص حول الله قلبه بهذا الموقف، بهذا المشهد، حول الله قلبه وغير حياته وغير اتجاهه ليكون من المسلمين، فلم يرجع إلى صاحبه. ثم قال لأبي عبيدة: متى دخلتم في هذا الدين ومتى دعوتم إليه؟ فقال: منذ 24 سنة، فمنا من أسلم حين أتاه الرسول، ومنا من أسلم بعد ذلك. فقال له: هل كان رسولكم أخبركم أنه يأتي من بعده رسولا؟ قال: لا، ولكن أخبر أنه لا نبي بعده، وأخبرنا أن عيسى بن مريم عليه السلام قد بشر به قومه من النصارى. قال الرومي: وأنا على ذلك من الشاهدين، فإن عيسى قد بشرنا براكب الجمل، وما أظنه إلا صاحبكم، فأخبرني هل قال صاحبكم في عيسى شيئا، وما قولكم أنتم فيه؟ قال: قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. ففسرت له الترجمان هذا بالرومية، ترجم له يعني، فقال: أشهد أن هذا صفة عيسى نفسه، وأشهد أن نبيكم صادق، وأنه الذي يبشرنا به عيسى. ثم أسلم. هذا الرجل جاء مبعوثا من قبل ملكه ليتفاوض مع المسلمين، فقدر الله عز وجل هذا المشهد، فرأى المسلمون وهم يصلون وهم يدعون، فلم يرجع إلى صاحبه، وأشرقت شمس الإسلام في قلبه. فطوبى لمن فتح الله على يديه، وكان مفتاحا لكل خير يدعو الناس إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.